السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله أن تكونوا بخير وسلامة. إخواني، تم إنشاء قناة جديدة، قناة مشغل جلال الكهربائي، فيديوهات كاملة. إن شاء الله راح يتم نشر الفيديوهات الطويلة في القناة الثانية، وطبعا الفيديوهات القصيرة يعني اللي إن شاء الله بتكون ما بتتعدى 8 دقائق أو شيء من هذا القبيل، راح نشرها في قناتنا هاي الرئيسية. فاللي بيحب يتابع الفيديوهات الطويلة أو عشان يحملها على جهازه فبيقدر يحملها من القناة الثانية. فأنا عشان ما يصير في خربطة، وحتى عشان إني ألبي جميع الأذواق، في ناس تطلب فيديوهات قصيرة وفي ناس تطلب فيديوهات طويلة، فأنا قررت إني أعمل قناة ثانية إن شاء الله نخصصها للفيديوهات الطويلة، زي مثلا فيديو سلسلة بلاد الرافدين، هو فيديو طويل راح يكون، فأنا إن شاء الله راح أنزله في القناة الثانية، ما راح أنزله في هاي القناة راح أخليها للفيديوهات القصيرة. وإن شاء الله، وكمان لا تنسوا تتابعوا صفحتنا، صفحة مشغل جلال الكهربائي على الفيسبوك، صفحة مشغل جلال الكهربائي على الفيسبوك. طبعا الرابط موجود أسفل الفيديو، ورابط القناة الثانية كمان راح يكون موجود أسفل الفيديو. وكمان لا تنسوا الانضمام للجروب مشغل جلال الكهربائي على الفيسبوك، على اساس يعني يكون سهوله التواصل بيننا ومشاركه المعلومات، واللي بده اي استفسار نحاول نجاوب على كل الاستفسارات. وهاي هي، واترككم الان مع الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني، معلومه هيك على السريع، في عندنا احد اسباب سخونه المحرك بعد اللف طبعا احنا بنشغل المحرك بنلاقيه بعد فترة قصيرة سخن، زي هذا انا يعني صلي مشغله حوالي 5 دقائق بسخن، وخاصة السخونة بتكون من ناحية الغطاء، من هون من عند البيليا، يعني لو نحط ايدنا هون عند البيليا بتلاقيها سخنة، او من هون يعني في أحد الغطائين، يعني من مكان البيليا من أحد الجهتين بتلاقي فيها سخونة، إن كان هون أو هون، يعني لو نحس هيك في شوية سخونة هون، خاصة هون يعني السخونة الزايدة بتكون في المنطقة هاي، في مكان يعني نزول البيليا في الغطاء. طبعا هذا السبب بكون يعني ناتج عن إنه المحرك لما إحنا جمعناه بتكون البيليا داخلة في الغطاء بشكل مايل ولو شيء بسيط، فبتلاقي انه الدورانه المحرك ثقيل، يعني لاحظوا دوران المحرك الان ثقيل، وهذا الكلام بيضغط على البيليا وبخليها تسخن اثناء الدوران، وبالتالي بتعمل سخونة خاصة هنا في الغطاء، وبالتالي طبعا هذا راح يكون حمل زيادة على المحرك، وبالتالي المحرك راح يسخن. طيب والحل لها ايش هو؟ الان بورجيكم اياه. طبعا الحل زي ما حكيت لكم بسيط، يعني هاي لاحظوا هون البوبين، لو انا حاسه هيك سخن البوبين هون سخن صار. الحل اشي بسيط، احنا عشان بس بعد ما صرنا مجمعين، عشان احنا بس نخلي البيليا هون تقعد في مكانها بشكل جيد ويصير المحرك يدور بسهولة اكثر، فقط نحتاج شاكوش وبنضرب ضربتين مكان البيليا وبنشوف انه قعدت مكانها او لا. الان صار الدوران افضل، وممكن انه هو هيك على العمود، وممكن يكون من الجهة الثانية بدها تحتاج، والآن صار يدور بشكل أريح من أول وأفضل. طبعا احنا بندق يعني ضربتين ثلاث أربعة لغاية ما نشوف انه البوبين صار يدور بشكل مريح. وهاي هي، ان شاء الله انكم تستفيدوا من هاي المعلومة، ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما صلواتكم الخمسة، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد
صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.